سكوترات الأطفال من ناين بوت التابعة لشركة شاومي مع ليلى ستور. ليلى ستور تحييكم. اليوم عندنا السكوتر الشاومي. يا سلام عليك. طبعا هذا من شركة شاومي، عندك باللون الأزرق واللون الوردي، يوصل سرعته من 10 إلى 14. تقدر أنت تتحكم عندك هني بالمود، تختار السرعة اللي تباها، وإذا طلعت لك مرات تطلع لك علامة حمراء تضغط البريك مع الريس لمدة 5 ثواني ويشتغل معك تقريبا. هو نفس اللوك، والحلو فيه ان حجمه جدا صغير، وسيفتي حق اليهال شيء في قمة الروعة. خلونا نروح. طبعا الحين على الاجواء الجميلة هذه تقدرون تشلونهم يتشسف السكوتر وتطلعونه معاكم في الاماكن والاجواء الحلوة هذه.